نذهب إلى نيو جيرسي. دكتور جابريل، الحقيقة أنه منذ عام 2021 بشكل عام الهجمات السبرانية خطر يهدد العالم، ولكن يهدد أيضا أمريكا. مؤسسات ووزارات أمريكية تم اختراقها منذ تحديدا 2021. لماذا برأيك منذ هذا التاريخ ازدادت هذه الهجمات؟ والأولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك ولضيوفك الكرام والمشاهدين الكرام. ازدادت هذه الهجمات السبرانية بالتطور الإلكتروني الذي حصل في جميع أنحاء العالم، وبصورة خاصة الارتيفيشال انتليجنس أو الانتليجنس المصطنعة. لذلك تجدين هذه الأمور في كافة دول العالم يستعملها، كما ذكر الزملاء الكرام، تستعملها جماعات إرهابية، تستعملها دول، روسيا مثلا، كوريا الشمالية، إيران، الصين، كل هذه الدول تستعملها، وقد تؤدي إلى يعني ما لا يحمد عقباه، كما قال الرئيس بايدن منذ فترة بأنه ممكن أن تتسبب بحروب في العالم. أنا من جملة الناس الذين وقعوا ضحية للهجمات السبرانية. شخص اعتقدت أنه صديق لي بعت لي إيميل، وعندما فتحت الإيميل وجدت بأنها كانت صدمة لي، كانت هجوم إلكتروني على الكمبيوتر عندي. يعني الضرر الذي ممكن أن تسببه هذه الهجمات لا يمكن تصوره في منذ عدة سنوات. هل هذه الهجمات ازدادت في هذه الفترة، أم ربما هذه الفترة فقط كشفت مدى إمكانية تأمين كبرى البلدان للكثير من المؤسسات والوزارات؟ هذه أصبحت يعني كثيرة جدا في جميع دول العالم. أولا الدول الكبرى تستعملها لكي تستفيد من الوضع، مثلا روسيا استعملتها سنة 2020 أثناء الانتخابات الأمريكية، يقال أنها استعملتها سنة 2016 التدخل في الانتخابات الأمريكية مثلا. يعني تصوري لو أن مثلا شخص أو دولة معينة استطاعت أن تدخل إلى المكان الذي فيه قنابل نووية مثلا، لا سمح الله، ممكن أن تسبب أضرارا كبيرة. عند أنابيب النفط في الولايات المتحدة، أكبر أنابيب النفط الكولونيال بايبلاين من تكساس توقف لمدة أسبوع في الولايات المتحدة، تسبب بأضرار كبيرة، ارتفع سعر البنزين، ارتفع المأكولات، ارتفع أسعار اللحوم، لأنه في هذه المنظمات استطاعت أن تدخل في أكبر شركة أمريكية للحوم، فإذا تسبب بأضرار كبيرة. كل ما كانت التكنولوجيا متقدمة كل ما زادت هذه المخاطر.